رسالتك للحب للناس كلها؟ ربنا يخليهم وبحبهم كلهم، حتى اللي ما بيحبنيش انا بحبه. ومتهيألي البني ادم لازم يعيش كده، خاصة في المجتمع اللي هو عايش فيه. لا انا عمري ما احتفلت بعيد الحب، وما كنتش اعرف عيد الحب ده غير لما دخلوا علينا بيه، وناس بتحتفل وناس عاوزة تحتفل، فخليهم ينبسطوا.